اليوم وصلت على إدلب مع القافلة اللي خرجت، اللي هي أصبح تعداد المهجرين للأسف من داخل الغوطة الشرقية لا يقل عن 25,000 شخص سواء عسكري أو مدني. لا يخفى على أحد اليوم ما جرى في الغوطة الشرقية من مذبحة حقيقية وآلة القتل الإجرامية الروسية والإيرانية ونظام الأسد التي اتبعتها ضد الغوطة الشرقية وبوحشية وبصمت دولي واضح من جميع المنظمات الإنسانية وحتى مجلس الأمن الدولي. آلاف الشهداء وحتى مئات الغارات الجوية والصواريخ والنابالم والمحرم دوليا ومنها غازات سامة استهدفت المدنيين بشكل مباشر. لم يكن في الفترة الأولى أو الآونة البدائية أي هجوم على النقاط العسكرية، بل كان الهدف هو المدني، مما شكل ضغط كبير وسقط عدد كبير من الضحايا. اليوم نرى أن التهجير إلى محافظة إدلب في الشمال السوري هو تتمة لمشروع التغيير الديمغرافي الذي يسعى إليه نظام الأسد، وبالتالي دخول ميليشيات مختلفة الجنسيات للاستيلاء على الأرض، بل شرائها واستملاكها والسيطان بها بشكل مباشر. الغوطة الشرقية عانت بشكل كبير حصار على مستوى 5 سنوات متتالية من عمر الثورة السورية وهي 7 سنوات. اليوم نحتاج إلى رقعة جديدة، إلى كلمة جديدة، إلى شيء يوضح هذه المأساة التي بات العالم يتجاهلها بشكل مباشر مع أصدقاء الشعب السوري وحلفاء النظام السوري. مين مرضى؟ هيا يا عمر، عطيه ابن الله. هيك في هذاك الشاب هيك اللي قبل كذا. يلا لازم نشوف. Now we are in Idlib in Qal'at al-Madiq. Here the Ghouta people arrived now, thousands arrived now, of course. Every day many convoys arrive in this area. Of course, most of them or all of them are feeling so sad. They are feeling abandoned by the international community. All people who I'm talking about, whom I'm talking to, they are telling us that they were let down by the international community, by the United Nations, and Assad there in Ghouta could burn them. Russia could burn the land, and no one says a word. And even if they said words do nothing. This is the situation here now in the crossing point in Idlib for the people coming from Ghouta. Abdul Kafi Hamdo, Qasioun News, Idlib.